السلام عليكم إخواني أخواتي، كنتمنى هاد الفيديو تلقاكم في أتم الصحة والعافية إن شاء الله. شكرا على الدعم والتشجيعات ديالكم. الوصفة ديالنا ديال اليوم اللي هي دجاج بالبطاطا وصوص بشاميل، يمكن لينا نقدموها كوجبة عشاء أو غداء، والأهم أنها كتجي بنينة ولذيذة. المقادير ديالنا هي كالتالي: عندي هنا كيلو ديال الدجاج من بعد ما غسلته ورقدته في الملحة والحامض بطبيعة الحال، عندي هنايا 3 ديال البطاطا مقطعة إلى دوائر، عندي هنا 2 بصلات مشلضين، عندي هنا كاس لاروب ما بين زيت المائدة وزيت العود، وعندي هنا العطرية ديالي بطبيعة الحال اللي هي شوية ديال الملحة، عندي سكنجبير، عندي شوية ديال الإبزار، عندي الراس ديال المعلقة ديال القاع قلاو بسيبيسا جربوها وردوا عليا الخبار، عندي هنا الخرقوم البلدي. المقادير ديال صوص بيشاميل اللي هي نص سيطرو ديال الحليب، نص سيطرو ديال الحليب كيف ما كتشوفوا واضح معنا في الصورة، عندي 2 معالق ديال الزبدة، عندي 2 معالق ديال الطحين، وعندي شوية ديال الملحة والإبزار والفرماج الحمر بطبيعة الحال اللي تزين. غادي ناخدو الطنجرة ديالنا وغادي نضيفو ليها كاس ديال الزيت، كاس لاروب، غادي نزيدو عليها البصلة ديالنا 2 بصلات مشلضين كيف ما كتشوفوا معنا، كنتمنى ان كل شيء يكون واضح في الصوره. وغادي نحركوا الخليط ديالنا باش البصله باش تجانس لينا البصله والزيت، ومن بعد غادي نزيدو الدجاج ديالنا وغادي نحركوا الدجاج ديالنا مع البصله والزيت باش تدخل لينا داك المذاق ديال البصله في الدجاج. ومن بعد غادي نضيف 2 فصوص ديال الثوم اللي ما قلتهمش في المقادير، وغادي نخلطوا الخليط ديالنا مزيان. من بعد غادي نزيد العطريه ديالنا اللي هي سكنجبير، انا ضفت كما كتشوفوا في الصوره درت كميه كثيره من سكنجبير، كما كتعرفوا الدجاج كيتواتى مع سكنجبير. غادي نخلطوا الخليط ديالنا مزيان بين ما تدخل لنا العطريه مع الدجاج والبصله، وغادي نضيفو الماء، يعني الماء ما غاديش نخويو الماء على الدجاج، غادي نخويوه في الجوانب فقط. غادي نزيدو القياس ديال الماء، راه كما كتشوفوا في الصوره غير كيتغطى لينا الدجاج ديالنا وكنحبسو. غنخلطو الدجاج ديالنا وغادي نسدو الطنجره ديالنا نخليوه يطيب. من بعد ما طاب الدجاج ديالنا غادي نحيدوه كيف ما كتشوفوا معنا، المرقة تبارك الله ما شاء الله ريحتها غزاله كتشهي ما شهيتكم فيها. غنحيدو الدجاج ديالنا بشويه، وداك المرقه ديال الدجاج ديالنا غادي نزيدو عليها داك البطاطا اللي مقطعينها على شكل دوائر كيف ما كتشوفوا معنا. غنخلطوا الخليط ديالنا شويه ونسدو على الطنجره ديالنا طيب. من بعد ما طابت البطاطا ديالنا غنحيدوها، البطاطا ما نخليوهاش طيب بزاف، يعني بغينا البطاطا ديالنا حنايا تبقى شاده في راسها حيت غنديروها على شكل كراتان، ما بغيناهاش منين نكونوا كنحطوها في اللاطه ديالنا ما تقطع ما تهرس لينا. من بعد ما حيدنا البطاطا ديالنا غناخذوا اللاطه ديالنا، ما غندهنوها ما والو، نخليوها عاديه وغنصفوا البطاطا ديالنا كيف ما كتشوفوا معنا. من بعد غنزيدوا الدجاج غنحطوه على البطاطا، يعني تحطوه عشوائي عادي كيف ما كان. من بعد غندوزو نصوبو لاصوص بيشاميل ديالنا 2 معالق كبار كيف ما قلنا في المقادير من قبل، غنخلطو بالماء تذوب لينا الزبده ديالنا، غنزيدو عليها 2 معالق ديال الطحين، غنخلطو الخليط مزيان ما بين الزبده والطحين حتى كتذوب لينا مزيان، وغادي نزيدو عليها نص سيطرو د الحليب. غنبداو نخويو الحليب شويه بشويه شويه بشويه، وكنزيدو شويه ديال الملحه والابزار. من بعد معقد لينا الخليط ديالنا هنا، صوص بيشاميل ديالنا ما بغيناهاش تجي عقده بزاف، بغيناها تكون خفيفه حيت غادي نخويوها على الكراتان ديالنا. من بعد ما طابت لينا صوص بيشاميل غادي نخويوها على الكراتان ديالنا كيف ما كتشوفوا معنا في الصوره، لاصوص جات خفيفه. ومن بعد غادي ناخذوا الفرماج ديالنا وغادي نبقاو نستفوه على الدجاج.
نشوفوا الكراتان ديالنا كيف ما كتشوفوا غادي ندخلوه الفران يطيب. اللي عنده الفرن الكهربائي ديال الضو يدير درجه الحراره 180، انا عندي الفرن ديال الغاز. من بعد ما طاب الكراتان ديالنا كيف ما كتشوفوا في الصوره كندخلوه تقريبا 5 دقائق من الفوق وكنهبطوه واحد 2 دقائق لتحت بين ما يتحمر لينا الفرماج، وها الكراتان ديالنا واجد بصحه وراحه كيف ما كتشوفوا. نقطع معكم واحد طريف صغير. وها الكراتان ديالنا واجد بصحه وراحه، وما تنساوش تابوناو عندي في القناه والضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل ما هو جديد، وما تنساوش جيم. دمتم في رعايه الله، والى فيديو اخر ان شاء الله.